بعد أعمال شغب دامت لمدة يومين في منطقة لواء ناعور جنوب العاصمة الأردنية عمان إثر فصل النائب أسامة العجرمي من مجلس النواب الأردني، يعود الهدوء الحذر إلى المنطقة مع إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن اسم رمزي العجرمي، وهو المرشح الذي يلي النائب المفصول مباشرة بعدد الأصوات. من الناحية الدستورية في المادة 88 وكذلك الأمر فيما يتعلق بقانون الانتخاب المادة 54، في حال شغور موقع أو مقعد نيابي عن أي دائرة كانت، مجلس النواب يقوم بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد الشخص الذي يليه من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها من نفس قائمة الشخص، لأنه القائمة المقعد للقائمة. أما مديرية الأمن العام فقد حذرت مجددا وأهابت بجميع المواطنين الالتزام وتجنب أي مخالفة لكل ما يصدر من تعليمات بخصوص التجمعات على كافة أشكالها، وتفاعل الأردنيون مع الحادثة بردود فعل مختلفة. كموقف فصل النائب عن البرلمان الأردني، ممكن كان لو كان اعتذار وكذا وشغلات زي كان الامور انتهت والامور ما تصاعدت لهذا الشيء. طريقه التعامل مع الموضوع كانت تعنت في التعامل مع العشائر، تعنت في رده الفعل مع العشائر. انت ما بصير عرفا وعادات وتقاليد انك تبدها تهد بيت شعر بنته عشيره عشان تستقبل فيه باقي العشائر الاردنيه. اكيد يعني حتى اللي بده يوقف مع شخص او زي هيك، وفي اسلوب وفي طريق ممكن تجيب فيها حقك، بس ما تكون شويه في احتداد مع الدوله او في احتداد مع رجال الامن. بالاخر هم كلهم اولاد عمنا وكلهم اخواننا وقرايبنا. دستوريا فصل النائب اسامه العجرمي من مجلس النواب يعني بالضروره سقوط الحصانه التي يتمتع بها من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بفصله. رعاية يعقوب، الغد، عمان.